اجتمع القضاة مع كابتن نقد اليوم وانتهوا في توصياتهم الى رفض عرض قانون السلطه القضائيه على مجلس الشورى بتشكيله الحالي رفضا قاطعا. كانت هذه توصيه من قضاة محكمه النقد ووافقوا عليها بالاجماع، واساسوا ذلك لاسباب دستوريه وقانونيه فندوها. قلناها في الجمعيه ونقولها تاني ان هذا القانون هو من القوانين المكمله للدستور والذي يجب عرضه على المجلس بغرفتيه. بما ان مجلس النواب مش موجود فلا يصح مجلس الشورى ان ينظر. اثنين، ان حاله الاستعجال في نظر هذا القانون غير متوافره، واذا ما كان هناك قانون مباشر الحقوق السياسيه قد تم عرضه على مجلس الشورى رغم انه من القوانين المكمله للدستور، الا انه يتوافر فيه حاله الاستعجال والضروره لانه لن تكون هناك انتخابات برلمانيه بدون قانون مباشر الحقوق السياسيه. الذي يتوافر فيه حاله الاستعجال هو قانون العقوبات وقانون الاجراءات. اذا ارادوا فليعدلوا قانون العقوبات وقانون الاجراءات والنصوص التي راح من خلالها دماء الشهداء والنصوص التي راح من خلالها حقوق المواطنين، يبحثون عن ذلك. اما قانون السلطه القضائيه لا يتوافر فيه البته لا استعجال ولا ضروره، ولكن يبدو انهم لهم فيه مأرب اخر. مؤتمر العداله قرار واضح وصريح وقاطع من قضاة محكمه النقد مقاطعه هذا المؤتمر وانه لا احد يمثلهم في هذا المؤتمر.